الابتدائي الترم التاني من كتاب ستيب اهيد. بدأنا في يونت 9 وان شاء الله النهاردة هناخد ليسون 4. ليسون 4 نشوف اهم الفوكاب اللي في ليسون 4. بوندج، بوندج اخدناها في ليسون 3. بوندج ضمادة اللي هي لزقة الجروح او هنا بمعنى الشاش. فيس ماسك، فيس ماسك طبعا دلوقتي كلنا عارفين الفيس ماسك بسبب الكورونا وواك الواك. ستيسوكوبي، ستيسوكوبي اللي هي سماعة الطبيب، سماعة الطبيب. هنا معانا كراتشز، كراتشز يعني عكاز، كراتشز عكاز. فيرست ايد كيت، فيرست ايد كيت يعني صندوق الاسعافات الاوليه، بيكون عندنا في البيت كده اول ما بيحصل جرح او حد لا قدر الله في البيت حصل له حاجه بيبقى لازم نطلع صندوق الاسعافات الاوليه. ويل شير، ويل شير اللي هو ايه، كرسي متحرك عفانا الله. سينرز، سي رينج، سي رينج يعني ايه، السرنجه طبعا كلنا عارفين الحقنه. مونيتور، مونيتور اللي هو جهاز قياس نبض القلب. مونيتور. بيشنت اللي هو المريض، بيشنت. بلاد بريشر مونيتور، بلاد بريشر مونيتور اللي هو جهاز قياس ضغط الدم. طيب عايزين نفرق بين مونيتور و blood pressure monitor. لو جالنا monitor لوحدها يبقى عايز بيسأل عن جهاز قياس ايه، نبضات القلب، النبضات بتاعة القلب. طيب لو قال blood pressure monitor يبقى جهاز قياس ضغط الدم، يبقى monitor لوحدها عن القلب لكن blood pressure monitor يعني health، health صحة. cut، cut جرح. hurt، hurt القلب. check، check يعني يفحص. breathing، breathing التنفس. protect، protect يعني يحمي. نيجي بقى للإكسرسايز على lesson 4. هو الليسون سهل وبسيط، مفيش فيه اي حاجة غير شوية vocab سهلين جدا وtable كده إكسرسايز، هو مش مهم قوي بس هنحله برضو. هنا بيقول doctors and nurse sometimes wears، wear الدكتور والنيرس sometimes احيانا بيلبسوا ايه، بيلبسوا face mask to protect their patient عشان يحموا ايه، يحموا المرضى. طيب number 2 if there is an accident you might need، لو انت عملت حادث او you might need ايه، انت ربما تكون محتاج ايه، first aid kit with bandage. طيب if someone has hurt their leg، لو واحد لا قدر الله رجله اتجرحت هيعمل ايه، they can use crutches to help them to walk، هيستخدم العكاز. طيب you can check the health of your heart، عشان تفحص صحة قلبك هتعمل ايه، ها هنقول ايه، you can check the health of your heart، هنستخدم قياس ايه، جهاز قياس ضغط الدم. طيب a doctor or nurse can put bandage on you، الدكتور والنيرس بيحطوا الضمادات فين، on you ايه، to help a cut or injury get better، علشان الجرح ايه يكون افضل. طيب a doctor listens to your heart and your breathing، بيشوف بيسمع قلبك والتنفس بتاعك طبعا بايه، بالسماعة with stethoscope. طيب if someone can't walk after an injury or operation، لو واحد مش عارف يمشي بعد العملية او الاصابة بيعمل ايه، they might use a wheelchair، بيجيبوله ايه، الكرسي المتحرك. a doctor or nurse can put medicine in your body، a doctor or nurse can put medicine on your body، بيحطوا بيدونا العلاج ليه، ها with a syringe، بالسرنجة. لو جاوبتوا معايا تبقوا شطال.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد.